على الله اكبر. الجيش الحر يقوم بمحاصرة مطار دير الزور العسكري وصد صد الهجوم على مبدأ المراعية. الله اكبر الله اكبر والعزة لله. الله اكبر والعزة لله. الله اكبر. الله اكبر. والله حرام عليكم، اقسم بالله هذا تدبير هذا. الله اكبر. بس يقولوا سمعتكم مقالي. الله اكبر. ابو علاء الله اكبر. صعد اعمدة الدخان اشتعل النيران بسبب حذائف دبابات النظام الاسدي. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. عملهم انكسر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. انظر الى هذا البيت. الله اكبر. العزة لله. الله اكبر. العزة لله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. احتراق. احتراق احد المنازل. الله اكبر والعزة لله. بين ما توصل بين ما تروح تعبر تيوديك. الله اكبر. ردوا بإذن الله تعالى بثبات هؤلاء المجاهدون الأوغاد. جنود الأسد انسحبوا وهربوا كالأرانب قتلى وجرحى. هم وآلياتهم الآن يهربون وعطلت آياتهم ودمرت وهربوا كالفئران. هذه جنودك يا بشار الأسد أمام الأبطال الشجعان أمام الجيش الحر يفرون كالأرانب كالفئران. الله أكبر. الله أكبر. والنصر من الله. والنصر من الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. العزة لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر. يا شباب صار سباب الرمي. الله اكبر. صار حق الرمي هذا اي مسخره. الله اكبر. مسخره. محاصره. بس كتائب الجيش الحر لمطار دير الزور العسكري. الله اكبر والعزه لله. محمد يا شباب والله ما تنتظرون. الله اكبر. الله اكبر. محمد محمد والله طرق قوي. انا ما اشوف عسكر جدا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله أكبر والعزة لله. صامدون بإذن الله. صامدون إن شاء الله سنفوت إلى مكتب هؤلاء الحصانة إن شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أمن سلاحكم يا شباب. الضربة لن نستسلم. ننتصر أو نموت. الله لا ندكك بإذن الله. بإذن الله. ناكل ونشرب وننام وبإذن الله مرابطين هنا حتى يسقط المطار بإذن الله. بإذن الله أكبر. نحن لن نستسلم. ننتظر أو نموت. والله يا بشار لنجيك على غطرك وإذا ما جيناك جوك ربعنا. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. على يمين الجسر النازلين مع اللي عند الدبابة على يمين تماما. هذا هو أحد القادة الميدانيين